نحن جاهزين نعود إلى متسابق آخر. جاهزين؟ إذن النسوان الليلة خشات معانا بتقولن منو؟ وعد من أم درمان يا وعد. ألو. الله يسلمك. كيفك تمام؟ مشتاقين؟ كيف الأخبار؟ والله في اللتر. وين أنت؟ والله قاعد. أنت وين؟ إزاي وعد مش؟ عبد الرافع. أنتوا كاتبينها الدافع. هي مكتوبة الدافع؟ كلهم عبيد الله، عبد الرافع وعبد الدافع، لكن انت وعد عبد الرافع مش كده؟ ايوه. اذا وعد عبد الرافع من مدينه ام درمان، يا تحيا يا وعد. الفتحاب. الفتحاب يا تو. مربع. مربع تسعه محطه. مربع تسعه. باب كله لونه اخضر ولا بيجي؟ باب لونه اسود. والله اسود؟ يا اخي ده كلام. بقيت حلفت بالله عندكم كلب ولا ما عندكم؟ والله عشان ما بنحبه. ها؟ ما عندنا. ما عندكم كلب؟ ما تربوا الكلاب ذات كعبه. اي كريهات. اي كريهات ذات. ان شاء الله كلب ما يعضين. اقول امين. طيب وعدي من الفتحاب جاهزه معانا تلعبي زبرقت ولا ما جاهزه؟ باذن الله. قالوا لي في الكنترول وعدي شغاله ولا بتقرا؟ انت حتقول لهم شنو؟ عاطله. عاطله عاطله عاطله. وعدي عاطله عاطله. ده كله عشان امغصك يا عاطله. والله مغصتني. مغصتك وجدتك. لما اشتغل بوريك ان شاء الله. عادي يا الله يا وعد الليله يجيك مرتب اعلى من الناس الشغالين ذاته. امين. قول يا رب. يا رب. اذا نلعب زفرقه يا وعد، رايك شنو على الشاشه؟ ظريف. اذا وعد العاصمه من الفتحاب حتلعب معنا زفرقه. يلا يا وعد اختاري. ها وعد العاصمه. واحد. واحد الله. وعدي بدت. واحد. الصوت دقي قبل الصوره. واحد الله. واحد الله. وعدي بدت. يلا تمام. فولة جميلة. يلا نعود. كمبيوتر حيختار كم؟ وعدي في الانتظار. كمبيوتر اختار خمسة. وعدي كم؟ يلا يا وعد. سبعة. سبعة. ما تضيعي القروش دي. ها سبعة. حاجة جميلة. تمام. كمبيوتر يا رب يدي وعدي فرصة. يا رب يا رب عشان عطلت يا رب اديها فرصة. ها ما اديها فرصة. الكمبيوتر غتا تدعوك. وعدي اكفلي. اكفلي يا وعد. ما عليك يا اخوي. ثلاثة. ثلاثة؟ شتار ادعدوك، شتار ادعدوك يا وعد الليلة واسورة بك. ثلاثة. يا الوعد الصوت بقي قبل الصورة. عليك الله، أنت ما تعالي للصورة، أسمع الصوت. حلو. يلا، يلا يا وعد، الكمبيوتر اداك فرصة صح؟ أيوة. ما ادا أوه. شفتي يا وعد؟ وعدي ما تركز يا وعد. أيوة. هي كانت ظاهرة تكفيليو. طيب. حنديك فرصة أخيرة يا وعد وإن شاء الله نساعدك وتفوز. يقول يا رب. يا رب. يلا نشطي نفسك شوية، المود ما يقع. بديتي بداية حلوة، بديتي معانا تمام. ما تزعلي يا وعد، أنت الليلة شايلة قروش، شايلة قروش، ما في كلام. قول يا رب. يا رب. يا رب. يلا يا وعد. إذا وعد تعود من جديد تتخلص من عطالتها في سفرجت. يلا يا وعد. خمسة. 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 وعدي خمسة. الكمبيوتر كم؟ كمبيوتر ادانا تسعة. وعدي كم؟ واحد. واحد الله. دار شنو يا وعد تعمل شنو انت؟ توعد تعمل شنو يوم ما صفرقت؟ ما لعبت اظنك. اها طيب كمبيوتر كم؟ ثمانية. وعد الكمبيوتر اداك فرصة نوعا ما، افتح لنفسك سكة. سبعة. سبعة. حلوة تمام. اللعبة حلوة، اللعبة حلوة. سبعة. يلا الكمبيوتر كم؟ عليك الله نديها فرصة. الكمبيوتر يا بديها فرصة. يلا الفرصة جاتك يا وعد. وعد سريع. كم كمبيوتر كم؟ انا ما شايفه. يلا اختاري لنا اي رقم. أربعة. 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 يا سلام. وعد بداية ثانية موفقة، ومباشرة وعد تفوز وتدخل معانا لشختك بختك. مبروك يا وعد. الله يبارك. وعد. يلا. وعد مشت وين هي؟ معاك. معاك لكن احنا القعدات جنبك دي الناس منو ديل؟ والله براي. عليك الله. كلهم طلعوا. والله طلعوا مشوا. خلاص وكنت قاعده براك. ركزي معانا في الشاشه تمام. مركزه لكن الصوت قبل الصوره. خلاص ما مشكله نحن بنتحملك. انت اختاري لنا رقم من الارقام الموجوده في الصوره. نتحملكم. سبعه. ما عدا واحد و13. وعد قال السبعه. سبعه. سبعه. سؤال يا وعد. قول يا رب يكون سهل يا وعد. يا رب. يا رب. يا رب. وعدي ما في يا يمه. يا رب يا رب. انت ما سامعني. وعد انا قاعد اكورك. طيب تعالي يا وعد نكمل الحديث طالما قاعد عند اهلك. ان شاء الله تبقي كي مدينه يا يمه وعارفه النظافه من الايمان. قبل ما اقول يا وعد خيط سريع سراعه ده شنو ده؟ شفته؟ بشار. ادي 1000 جنيه يا بشار. العطاله مره، العطاله ما حار عن مستعجلات. كيف؟
مستعجلات دار الليلي في طوالي قبل ما اقول السؤال. يا واحد انت عارف اول متسابق قبل ما نقول السؤال يجاوب. الشفقه يا يما غايت ان شاء الله. خايفين من بشار. التكت الكلاب كون هذا يا يما. الاحمر. يلا وعد 1000 جنيه في الفتحات العطاله بدات تمشي مشروعك بدا طبليتك قايمه اروح. يلا يا وعد اختار رقمك. 11 11 11 صورة. الصورة حتشوفيها يا وعد تورينا الصورة دي صورة منه وإن شاء الله نسهل لك. إن شاء الله نسهل لك قول يا رب. يا رب يا رب. وعد. وعد. أيوه. يا وعد أنت 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 معلية التلفزيون ولا موطية ولا النهاية؟ والله زيرو. زيرو. يلا عاني للصورة يا وعد. عاني للصورة في التلفزيون. طيب. من هي صاحبة هذه الصورة؟ هي كاتبة سودانية مشهورة وعندها كتاب اسمه فتاة سودانية في الصين. طبعا وهي من قيادات العمل النسوي في السودان. دي منو دي؟ عايشة ولا متوفية؟ يلا ركزي معاه ركزي معاه. عندك 1000 جنيه. إذا قلت لك اسم أبوها صفوة هي منو؟ هي منو؟ سكتوا البيت دي. هي منو؟ خديجة. خديجة صفوة. الله عليك يا وعد. 2000 جنيه لكم. شفت عايم فيها؟ أقول لك يا وعد الكنترول تحت كله مشاكل فيني. ليه ساعدتها؟ والليلة بنكتلك وارجع قلت له وعد دي بنت الفتحاب لازم نساعدها. رأيك شنو؟ واقف معاك ولا ما واقف؟ لا لا شديد عزولة. يلا راكي. يلا يا يلا يا وعد ثاني ما في مساعدات. انتهت المساعدات. لا لا لانه لا لا توحيده لا ممكن تكتلنا. ها مركزة؟ ايوه. اختاري رقمك يلا. تسعة. 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 عندنا 2000 جنيه وتسعة تسعة تسعة وماشية تسعة وت لا 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 وعد الليلة واكو ربنا واسع ربنا الليلة واكو الليلة واكو تعال اللي تعال اللي تعال اللي خلاص انتهى. وعد الدون احمر ووقعت في الفرن وبشار نايم. بشار ما مركز غاية يحلل. بشار يتعاطف معك حتى بشار ما اداك احمر سريع. معلش يا وعد. اذا رفيدة من غرب شندي في المتمة 1000 جنيه. واحدة من الفتحاب صاحبة الباب الاسود هي عندها 2000 جنيه. حنمشي